ناس كتير على فكره لغايه دلوقتي بتتلخبط ما بين الحقن المجهري مثلا واطفال الانابيب. لا، الحقن المجهري هو تطور اطفال الانابيب يا دكتور ايمن. يعني الحقن المجهري ده باختصار ان احنا ندي المريض ادويه قويه تنشط التلويد لحد البويضات لما تكبر بنسحبها بره، فنفس اليوم ده بناخد الحيوانات المنويه بتاعت الزوج عشان نحقنها في البويضات دي ونعمل اجنه بعد كده نزرعها. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه بترتبط بسن المريض. لو احنا سيبنا الحيوان المنوي يخترق البويضات لوحده يبقى ده اسمه اطفال انابيب، يعني احنا ما حقناش الحيوان المنوي جوه البويضه، وده اللي كان بيحصل زمان لحد سنه 90 او 91. من سنه 92 حصل بريك ثرو، حصل ثوره كبيره قوي ان احنا بقينا ناخد الحيوان المنوي ونحقنه جوه البويضه فيبقى اسمه حقن مجهري. فالتعريف السليم للموضوع هو اطفال الانابيب مع خطوه الحقن المجهري. دي خطوه زياده ودي كانت خطوه مهمه جدا ان الحقيقه فادت ناس كتير قوي في الموضوع ده. اذا الحقن المجهري هو اسلوب يقرره الدكتور، قد يقرر انه يعمل اطفال انابيب او قد يقرر انه يعمل حقن مجهري، مش شرط يعني. بالظبط كده، بس احنا غالبيا دلوقتي من اغلب الناس بنعملهم الحقن المجهري يعني. بس لا، لسه في ناس ليها ممكن نعمل اطفال انابيب طبعا. ناس كتير عندها اعتقاد ان الست لما سنها يتقدم شويه يكبر يعني سن نعمل لها حقن مجهري، لكن لو هي سنها صغير وحد قال لها تتعمل حقن مجهري لا اكيد ده اتلخبط، اكيد انت لسه في العشرينات. هل في سن معين للحقن المجهري؟ في سن طبعا، هو حسب الحاله فيها ايه بالظبط. يعني مثلا لو ست كان عندها هجره برانت رحم قافله الانجبتين الاثنين وسنها صغير، لا خلاص دي محتاجه تعمل حقن مجهري من الاول. ست عندها 25 سنه ومتجوزه بقى لها سنه وزوج ما عندوش حيوانات منويه، لا طريقها من الاول طبعا الحقن المجهري. بينما طبعا قلت برضو حاجه مهمه جدا ان مفيش داعي نستعجل على الناس، يعني ما يبقاش بالعكس ست عندها 25 سنه متجوزه بقى لها سنه مثلا او سنه ونص وزوج سليم ما فيهوش حاجه ونروح ده يعني.